تعمدت ألا يكون لغيث صوت ولا صورة، لأن غيث فكرة. السلام عليكم. في هذا المقطع سنعرض لكم أروع اللحظات التي حدثت في برنامج قلب اطمئن، والمرة التي كاد فيها غيث يبكي لشدة التأثر، كما سنوضح لكم الأخبار الزائفة التي انتشرت على لسان غيث، ونخبركم بالحساب الوحيد لغيث على مواقع التواصل الاجتماعي. فلنتابع معا، ولا تنسوا دعم المقطع بإشارة الإعجاب والاشتراك بالقناة. مع ازدياد شهرة برنامج قلب اطمئن ومحبة الناس له، كثرت الإشاعات والانتقادات من كاره الخير والحاسدين، وخاصة تلك التي تدعي كشف وجه غيث. فبعد الصورة الكاذبة التي انتشرت بشكل كبير على أنها صورة غيث، والتي قمنا بإثبات أنها مزيفة في المقطع السابق على قناتنا وأنها ليست صورة غيث الحقيقية، ظهر ادعاء آخر بأن غيث قد نشر على حسابه على تويتر منشورا يعترف به أن هذه الصورة هي صورته، وذلك خاطئ وزائف تماما. ففي الواقع فإن غيث ليس لديه حساب على تويتر أو على فيسبوك، والحساب الوحيد الذي ينشر عليه هو على برنامج الإنستغرام. كما ينتقد بعض الناس إظهار وجوه الفقراء في حلقات البرنامج وتصوير ردة فعلهم، ويعتبرون ذلك معاكسا لمبدأ الصدقة، ولكننا نخالفهم في ذلك الرأي، لأن هدف البرنامج هو إظهار فرحة المحتاجين عند مساعدتهم، وإظهار مدى صعوبة الأوضاع التي يعيشونها، مما سيشجع الكثير من الأغنياء والمؤسسات على أن يحذوا حذو غيث ويلتفتوا إلى الفقراء والمحتاجين. فرجائي وإن توقف غيث، هطل غيث غيره، فلنكن جميعا حيث كنا وحيث استطعنا أول الغيث. والله جد، الله يكتب لك الخير، الله يكتب لك الخير، الله يبارك فيك. وبالفعل فبعد ظهور برنامج قلب اطمئن وانتشاره في كل مكان، ظهر عدة أشخاص بثياب مشابهة لثياب غيث، وقاموا بمساعدة المحتاجين في عدة أماكن منها اليمن وسوريا، وهذا أحد أهم أهداف البرنامج. غيث مش شخص، غيث كل واحد فينا. ولكن ما يميز غيث هو أسلوبه المحبب واللطيف، والذي يجعل الناس تحبه قبل أن يساعدهم حتى، وقبل أن يعطيهم النقود أو يعينهم بمشاريع أو بيوت، وهذا من أكبر أسباب نجاح برنامج قلب اطمئن، وذلك يرجع لطيبة قلبه وثقته بنفسه وكرمه على الصعيد الشخصي، بغض النظر عن أن كل تلك الأموال التي توزع في حلقاته ليست له، ولكن لابد أن إنسانا كهذا كان متعودا على العطاء طيلة حياته، حتى استطاع أن يساعد كل هؤلاء الناس دون أن يشعرهم بالإهانة والذل أو أنه يفضل عليهم. وجدت في مساعدة الغير أنسي، بل وجدت نفسي، وأخذت من كل قصة درسي، فكلما التقيت بأحدهم حياني وبعفته وصبره ويقينه أحياني. ودائما ما يقول غيث لضيف الحلقة، هذا رزق ساقه الله إليك، وما أنا إلا وسيلة لأوصله لك، والناس للناس، والدنيا لا زالت بخير. يما الناس للناس والدنيا بخير، والله الدنيا بخير. ما ضر وجوهكم، الله إن شاء الله ما ينقطع خويدك، إن شاء الله ما تبقى بخير بجاه أمير. أنا سبب فقط، الله يبارك سامحينا، قطعتي قلبي. وأجمل ما في هؤلاء الأشخاص الذين اختارهم غيث هو التعفف وطيبة النفس والكرم، فأغلبهم كان يرضى بأي عمل كي لا يمد يديه للناس. أنا ذنب عليل مش أحسن من أي حاجة تانية، بدل ما أقول حسنة لله تتقطع إيدي ما أقول الدنيا لله، ما ينفعش. كما أن غيث كان يتعمد أن يفحص معدن هؤلاء الناس، فتارة يطلب منهم أن يشتروا منه وردا عائد ريعه للأيتام،
وتارة يطلب منهم أن يشتروا شتلة زرع، وأحيانا يدعي أن نقوده قد ضاعت منه. بس هذا سبحان الله، يعني أنا مبدأ خذيته على نفسي أن أنا أحاول يعني أشوف طيبة الناس وأشوف أصلهم لا أكثر ولا أقل. وأجمل ما في الأمر هي ردود أفعالهم، والتي كادت تبكي غيث في العديد من المرات، كهذه البائعة التونسية الكريمة والتي تقوم بعمل المعجنة والخبز وتبيعهم لتعيل أبناء أهل اليتامى. وعندما أتى إليها غيث وقال لها أنه لا يملك النقود ليأكل، فهذا ما فعلت. ما شاء الله، الله يبارك فيك. لا لا يا أمي، أنا ما شايل فلوس. الله يبارك فيك. لا 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 لا، الله يبارك. وهذا الشاب السوداني الأصيل، والذي عندما علم أن غيث ليس لديه نقود قام بشراء الطعام والشراب له من دون أي تردد، ثم عرض عليه أن يشتري له الطعام مرة أخرى. يعني صدقني أنا ما معي قروش حتى أكل، يعني حتى الشاي الحين اللي طلبته أنا ممكن الحين حتى ما أدفع بك. ما أحرجك. وبائعة الخضار المصرية المديونة هذه، والتي تعاني من الأمراض والديون، والتي عندما قال لها غيث أنه لا يملك النقود كان رد فعلها رائعا، فانظر ماذا قالت لها. ما عنديش، فلوسي راحت كلها. طب راحت فين يا أخي؟ سبحان الله، ظروف حياة. الله يبارك فيك. انا اجيب لك، شوف عايز اجيب لك سمك. الله يبارك فيك. السنه دول عارفين كلهم. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. وغيرهم الكثير، وقد يكون اجملهم هو هذه الارمله اليمنيه والارمله الاردنيه، واللاتي يعانين من اوضاع غايه في الصعوبه وليس لديهم قوت يومهم. وعندما علمتا ان غيث يجمع الاموال لليتامى اعطوه كل ما يملكون، وهذه قمه الكرم والتضحيه. 10000. أنت كم طلعت اليوم عشان تعطيني 10000؟ يعني طلعت حوالي 3 دولار. هذه كم؟ هذا 10000. كم بالدولار؟ يعني دولار وشوية كده. يعني تقريباً معطيتني نص اللي اشتغلتي. عادي. حسابه على الانستغرام صوراً للذكريات التي كان يأخذها من الناس الذين قام بمساعدتهم، منها صور الطعام الذي قدموه له بالرغم من حاجتهم، ومنها صور النقود التي أبقاها ذكرى أيضاً. وفي كل مرة كان يكتب تحت الصورة تعليق يعبر عن سعادته بتلك الذكرى وعما في قلبه. ومن أجمل ما قد تجدونه في حلقات هذا البرنامج هو الكلام الدافئ الذي يقوله غيث خلال الحلقات. مرة صاحبي قال لي، إذا أنت ما أعطيت أنت ما تعرف معنى الحياة. أنا مرة واحد قال كل ما ضاقت فيك الدنيا ساعد إنسان ما تعرفه، وأنا ما عرفت ساعدتيني واحد من اللي أحبهم، يعني من الشباب. قال لي الباحث عن العطاء نفس اللي باحث عن السعادة. صح. يعني اللي يعطي هو في نفس الوقت سعيد. أنا مرة واحد صاحبي قال ابحث عن نفسك بين دعوات الناس. فإحنا ما بدنا إلا دعوة واستجابة إن شاء الله رب العالمين، وفلوس الناس هذه اللي إحنا قاعدين نوصلها. نسأل الله تعالى أن يعين غيث والقائمين على هذا البرنامج، ويجعل الأغنياء في بلداننا يعتبرون منه ويسيرون على خطاه. نرجو أن تكونوا أعجبتم بما قدمناه في هذا المقطع، وإن أعجبكم حقا لا تنسوا وضع إشارة الإعجاب، دعم الله والاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس. وأخبرونا عن رأيكم في هذا البرنامج بالتعليقات، وما هي الحلقة المفضلة عندكم. ودمتم بحفظ الله ورعايته.